الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. هذا الباب فيه مسألتان: المسألة الأولى تحسين الصوت بالقرآن، والمسألة الثانية طلب القراءة من حسن الصوت. فهاتان مسألتان ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يوليها اهتمامه. فأولها تحسين الصوت بالقرآن. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، فحكمها الاستحباب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. سيمر معنا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن غالب أهل العلم على أن التحسين مستحب. والتحسين يشمل أمرين: أولا تحسين الأداء، والثاني تحسين الصوت. فتحسين الأداء هو قراءة القرآن بمخارجه وحروفه بشكل صحيح. وهذه المسألة غلا فيها بعض الناس وتوسط فيها آخرون وفرط فيها البعض. فهناك من غلا غلوا كبيرا في مسألة الأداء، حتى أنه يتكلف تكلفا كبيرا في مخارج الحروف وكيف يخرج الحرف من مخرجه، فتجد وجهه يتمعر ويتقلب أثناء قراءة للقرآن، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. بل كما ذكر بعض العلم أن هذا لم يأتي إلينا إلا عن طريق الأعاجم. وهذا هو الواقع اليوم في كثير من المقارئ التي تقرأ القرآن، أنهم يتكلفون في هذا تكلفا كبيرا شديدا. ولو رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الصحابة والسلف ما وجدنا هذه المشاق والأصار والأغلال التي وضعوها على الناس في قراءتهم للقرآن. فتجد الشخص يمكث أسبوعاً واحداً أو أسبوعاً كاملاً وهو لا يعرف كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يشككه في نفسه وفي قراءته وفي مخارجه. وتجده يمكث في سورة الفاتحة 6 أشهر حتى يتقنها. طبعاً الإتقان على طريقة هؤلاء المحدثة. وأما طريقة التوسط وهي الخير، هي أن تنطق هذه الحروف من مخارجها من غير تكلف، بأن تكون هذه الحروف حال النطق بها واضحة مسموعة معلومة. هذه هي المخارج، كما نحن نتكلم الآن، هذه هي المخارج، تعرف أن هذا حرف الباء، هذا حرف التاء، وهكذا. أما التكلف الشديد فإن هذا ما أنزل الله به من سلطان. والطائفة الثالثة هي المفرطة، التي تقرأ القرآن من غير إقامة حروفه على الشكل الصحيح والوجه المطلوب. والأصل في القرآن التعلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على أم ابن عبده، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدل على أن القرآن له تعلم في طريقة أدائه ومخارجه، ولكن من غير تكلف، كما ذكرنا عن الطائفة الأولى التي تنتشر وتشتهر اليوم في المقارئ. والثاني من التحسين هو تحسين الصوت. تحسين الصوت، التحسين الأول تحسين الأداء، قد يكتسبه الإنسان ويؤخذ بالتعلم. وأما الثاني تحسين الصوت، قد يقول قائل: الصوت موهبة، فكيف يحسن المرء صوته؟ نقول: نعم، تحسين الصوت موهبة من الله سبحانه وتعالى، ولكن يستطيع المرء أن يحسن صوته قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، بأن يفرق السامع له بين قراءته العادية وبين قراءته للقرآن. ولذلك قيل لابن أبي مليكة رحمه الله: يعني كيف يحسن المرء صوته والصوت من عند الله أو كما قيل له؟ فقال: يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. والتحسين يعرف، لا يتكلف الإنسان تكلفا يشق على نفسه، ولكن يقرأ القرآن قراءة حسنة
تختلف عن كلامه الذي يتكلم في أموره العادية، وهذا يظهر، تعرف أن هذا يحسن وهذا لا يحسن. لذلك عن المسلم أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع. وقال بعض العلم إن تحسين الصوت بالقرآن مكتسب أيضا، يعني قد يكتسب الإنسان تحسين صوته، قالوا ذلك بالدربة والتعود. وفي الحقيقة هذا الكلام له وجه، وقد رأينا أمثال هؤلاء، ففي أول أمر تجد صوته ليس حسنا، ومع الأيام ومع التدرب ومع محاولة التحسين تغير صوته إلى الأحسن. فلذلك المسلم عليه أن يحرص على تحسين أدائه وتحسين صوته بالقرآن، فإن هذه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وسيمر علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه عبادة يحبها الله، أنك تحسن أدائك بالقرآن وتحسن صوتك أثناء قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. المسألة الثانية في هذا الباب طلب الاستماع، فكما أن لك وردا تقرأه من كتاب الله، فليكن لك إن استطعت وردا تسمع كتاب الله من غيرك، سواء من الآلات الحديثة أو تسمعه من شخص حسن الصوت تأمره بأن يقرأ لك القرآن، كما كان النبي يفعل، كما كان الصحابة يفعلون إذا اجتمعوا يجعلون واحدا يقرأ عليهم وهم يستمعون. فالقرآن يؤثر بقراءته ويؤثر باستماعه، بل قد يكون بالاستماع أعظم، قد يتدبر الإنسان الآيات باستماعه أكثر من قراءته، وقد يتدبر أكثر بقراءته أكثر من استماعه، كل على حسب حاله. ولكن المسلم عليه أن يحرص على هذين الأمرين، أن يقرأ وأن يستمع، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم وأرضاه. فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله، وهذا هو الشاهد أن الله يحب هذه العبادة، قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. ومعنى ما أذن الله أي ما استمع الله لشيء ما أذن لنبي، يعني ما استمع لنبي، وهذا حث على تحسين الصوت بالقرآن. فالله عز وجل يستمع لمن يقرأ القرآن حسن الصوت، وأعظم الاستماع ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت بالقرآن، وكان يحسن صوته بالقرآن. فلذلك قال هنا في هذا الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فهذا فيه تحسين الصوت وفيه الجهر بالقرآن، وهذا مما ينبغي ومما يغفل عنه. فالجهر بالقرآن خاصة في البيوت له إيجابيات الكثير على البيت وأهل البيت. نعم، لا تجهر جهرا يؤذي، ولكن ليعلم أنك تقرأ. بعض العبادات ليس الأفضل فيها دائما الإصرار، بل بعض العبادات الأفضل يكون فيها أحيانا الجهر، والجهر به من أجل الاقتداء، وخاصة إذا كان هو في البيت قدوة، كان يكون الأب أو الأخ الكبير أو الأخ المسموع له في البيت، فإذا قرأ القرآن وسمع أنه يقرأ القرآن فإنه يقتدى به في هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويجهر، يقرأ ويجهر، كما دل هذا الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت، وليس كما يفعله اليوم كثير من الناس أنهم يقرؤون على المقامات الغنائية، فهذا باطل بلا شك ولا ريب. بعض العلماء يقول مكروه، والصواب أنه حرام ولا يجوز، لأنه قراءة للقرآن على مقامات أهل الفسق والمجون وعلى مقامات الأغاني، فهذه المقامات التي ينشرونها هي مقامات أغاني، ولذلك لا يتعلمون هذه المقامات إلا بالتطريب، بل بعضهم يطبل وهو يقرأ حتى يطبق هذا المقام، بل بعضهم لا يستطيع القراءة إلا إذا في
أذنه شيء من الموسيقى حتى يؤدي هذا المقام ويتدرب عليه وهو يقرأ القرآن، نعوذ بالله. وهذا أمر يعرفه الجميع، يعني من رأى هؤلاء الذين يتعلمون المقامات التي يتفاخر بها اليوم كثير من القراء يعلم هذا حق اليقين، يعلم هذا حق اليقين بلا شك ولا ريب. بل إن بعض الإذاعات التي تبث القرآن يشترطون على هؤلاء القراء أن يكون عنده شهادة من معهد موسيقي ولا ما يقرأ القرآن عنده، وكل هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فالتغني بالقرآن هو تحسين الصوت وليس كما يفعله هؤلاء. ثم قال رحمه الله ونختم به، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري لا يعلم عن استماع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنك لو سمعت رجلا يقرأ القرآن ثم استمعت له حتى وإن كان لا يدري لا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من التجسس وإنما هذا من استماع الخير وطلب الهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لأبي موسى، وأبو موسى لا يعلم عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت، كان يقرأ الزبور وترجع معه الجبال والطير، يا جبال أوبي معه والطير. فكان إذا قرأ الزبور تؤوب معه الجبال والطيور من حسن صوته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بمزامير آل داود لحسن صوته رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو موسى الأشعري عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: لو علمت يعني عن استماعك لحبرته لك تحبيرا. ولم يذكر الرواية هنا النووي رحمه الله، ولكن هذه رواية صحيحة أن أبا موسى الأشعري قال: لو علمت يعني قراءة عن استماعك لحبرت لك تحبيرا. وهنا يستفاد أنه لا بأس لقارئ القرآن أن يحسن صوته للناس، ولكن يحسن صوته للناس من أجل أن يستفيدوا ويهتدوا بهذا القرآن، لا من أجل طلب الرياء والسمعة والثناء، وإنما من أجل هدايات هذا القرآن العظيم، من أجل أن يؤثر هذا القرآن في القلوب. وهذه الأمور مرجعها إلى قلب القارئ، هو يعلم من نفسه هل يريد من تحسين هذه التلاوة وهذه القراءة أنه يستفيد ويستفيد من يسمعه، أو يريد الرياء والسمعة. هذا أمره إلى قلبه، والله يعلم ما في القلوب. فلذلك بعض الناس قد ينكر على بعض الناس إذا مثلا وكانوا يعني أصحاب صوت حسن أنهم يشرون هذه التلاوات الطيبة المباركة منهم، ويظنون أن هذا من باب الرياء والسمعة. ليس هذا من باب رياء السمعة، هذا من باب الاهتداء بالقرآن. وإذا رزقك الله صوتا حسنا طيبا فلينتفع الناس بهذا الصوت، لا يكون هذا الصوت خاصة لك، بل يكون هذا الصوت لك وللمسلمين يستمعون ويهتدون بسبب هذه التلاوة وهذا الصوت الحسن. لذلك قال أبو موسى في هذا الحديث: لو علمت باستماعك حبرته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.